الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية تخرج اليوم أكثر من 300 خريج وخريجة في الدبلوم والماجستير من قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. البرامج المقدمة بتوازي تكون مقسمة على عدد معين من المتدربين بحيث يكون تركيز عالي على المتقدمين. من خطة الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية أن يؤهل المتدربين لعمل مسار وظيفي لهم بعد التخريج. أغلب الطلبة مشتركين معنا في إدارة بعض البطولات وتحكيم فيها والتعليق كذلك. كانت الألعاب للطلبة مجرد أحلام يشوفونها وهم صغار، والحين الأكاديمية افتحت المجال لهم أنهم يحققون طموحاتهم. فقط كانت أحلام مجرد ألعاب إلى واقع وتأخذ فيها شهايد، ومن الممكن أنك تنضم كذلك إلى كمطور ألعاب أو إداري فيها. إحنا قدرنا نكون أحد أبرز المخرجات فيه، وإن شاء الله نقدر نخدم رؤية الوطن طموحة في هذا القطاع. هذا شيء شغفنا وإحنا صغار، مثلاً كنا نلعب ألعاب إلكترونية. مين يتخيل الشيء هذا؟ الأكاديمية هدفها هو نقل الطالب من مبتدئ إلى محترف، وهذا اللي أثبتوه الخريجين ليكونون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030. نجوى العبيلة، أخبار 24.